الزيارات الشرعية في المدينة ما هي؟ نعم، مدينة وقاكم شريعات مجا وزدقونو شبقة غسوا آخر سخدة. الأول زيارة المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يا بددو وزدقونو شتر محمد صلى الله عليه وسلم يمجترا. لابد أن يكون شد الرحل النية في السفر إلى المدينة من أجل زيارة المسجد النبوي لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. مدينة وقشكم دي غوغوانا وقشتيحان دي نيتو يأنهر محمد صلى الله عليه وسلم يمجد مقنرا يقه مقنرا راقم استشغل مقنرا راقم. الزيارة الثانية زيارة مسجد قباء، يعني يتطهر يتوضأ في بيته ويخرج إلى مسجد قباء يصلي في ركعتين يكون له أجر عمره. يتوانو وزدكونو شطو شتر تخزكو وزدكو تلاشطن رسين سوز رسم دي عم تيز قبشتن وزبغا قبزنشي مسجد قباء جوي أشياء بوكو ركحتيت خو نمز بجمة عمر حجزك قبشا مودب ساعة بالحشون قويتنو. نعم، ثم الرجال لهم أن يزوروا البقيع، هذا البقيع اللي تراه أمامك. نعم، للرجال زيارة القبور يكون تكون للرجال فقط لا للنساء. يشان وزدقونو بسابة زخلر شريعتم جا ترزو شتر صحابة خر زجل قخال بقيع جا زجر راش أبو قونو في تنغى زياخر تخوخ راش في زغر أبو قونو شتخم. وزيارة شهداء أحد أبو دقابزو قونو بسابة خلش أحد دي زاوشك وجامخك وداخم يا قخالن. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. أبو دقاب زوب سابا خلش محمد صلى الله عليه وسلم يقخاثم دي وشحنر يبلغشته أبو بكر وعمر رزد شحنم دي. هذه الخمس هي الزيارات الشرعية، أما غير هذا من زيارة بعض الأماكن بعض المساجد هذا فيه ضياع للوقت ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مس آخرا عزيزة قيت وآخرا أخو غيت خراش شريعتم جا وقوانو وشأنو بسابة زخلو شتر أدريش بباري قغانا خواهو قخغشاو شتخم يجي أبقى زكوح خراخم قوخم يا زمان ريا غقود يجي شريعتم بغنبارن قد غانا سنتم توجب.